الا جينا نشوفوا الفرق ما بين واحد الشخص اللي ناجح وواحد الشخص اللي ما ناجحش، فغادي نلقاو باللي الفرق بيناتهم هو اليوميات ديالو. نلقاو بانه اليوميات ديال الشخص ناجح اشنو فيها؟ فيها دي زاكسيون، فيها بزاف ديال العادات اللي غاديين مع الاهداف ديالو. ولا جينا نشوفوا اليوميات ديال هذا الشخص اللي ما ناجحش، فغادي نلقاو بانه كيدير بزاف ديال العادات ولا كيدير بزاف ديال الحاجات اللي ما غاديينش مع الاهداف ديالو. دونك الشخص اللي ناجح الا حيدنا ليه دوك العادات ودوك الافعال ولي زاكسيون اللي غاديين مع الاهداف ديالو ما غاديش يبقى واحد الشخص ناجح. والعكس صحيح، يعني هذا الشخص هذا اللي ما نجحش الا في الكوتيديان ديالو اليوميات ديالو دخل دي زاكسيون واحد العادات اللي غادي مع الاهداف ديالو فغيولي واحد الشخص اللي ناجح. واخا هاد جوج ديال الناس عندهم 24 ساعة، هذا عنده 24 ساعة وهذا عنده 24 ساعة، غير هو هذا كيعرف كيفاش يستغل هذيك 24 ساعة وكيدوز النهار ديالو مزيان. دونك شنو هو واحد النهار اللي دوزته مزيان؟ هو واحد النهار اللي كنبغي نمشي نعس كنسول راسي واحد السؤال اللي هو واش درت على الاقل واحد لاكسيون ولا واحد العادة اللي غادا مع الاهداف ديالي. شي اللي درت غير وحده نقدر نعس وانا مرتاح. وهذا القرار هذا راه بديتو انا في 2019. قلت حاجه واحده اللي غادي نركز فيها هي انني ملي نفيق مع الصباح ندير واحد لاكسيون اللي غادا مع الاهداف ديالي. هذيك لاكسيون اللي غادي ندير في الصباح هي اللي غادي نفاليدي بها النهار ديالي. الا ما درتش هذيك لاكسيون في الصباح فهذيك يعني بانني ما دوزتش واحد النهار مزيان. راه ما كاينش شي سر اخر، راه الا دوزتي النهار الاول مزيان، النهار الثاني مزيان، النهار الثالث مزيان، راه الكوميل ديال دوك الايام كاملين هو اللي كيخليك على انك في الاخر توصل للاهداف ديالك. الا ما كنتيش كدوز النهار ديالك مزيان بالتاكيد في الاخر ما غاديش تحقق هذاك الشيء اللي باغي توصل ليه. دونك في الفيديو ديال اليوم غادي نعطيك 4 ديال لي تكنيك اللي غادي يعاونوك وغادي يخليوك على انك تدوز واحد النهار بروداكتيف، واحد النهار اللي فاش بغيت تمشي تنعس تكون مرتاح وانت عارف راسك بانك افونسيتي فيغ لي زوبجيكتيف ديالك. اول حاجه ضروري خاصك تكون عارف راسك فين باغي توصل، شنو هي لا ديستيناسيون، شنو هي البلاصه اللي باغي تكون فيها. كاين بزاف ديال الحوايج اللي غادي تانستاليهم في اليوميات ديالك، كاين بزاف ديال العادات اللي غادي تدخلهم، ولكن دوك العادات شنو هو الهدف منهم، علاش باغي ديرهم. دونك ضروري ما خاصك تكون عندك واحد لا فيزيون ديال ها فين باغي نوصل، واحد لا فيزيون ديال ها شنو خاصني ندير في اليوميات ديالي. فلا كنتي مثلا كتمشي لاصال، علاش غادي تمشي لاصال؟ الا كنتي مثلا كتبريباري، علاش كتبريباري؟ مثلا انا كنصور هذا الفيديو، علاش كنصور هذا الفيديو؟ دونك خاصك تكون عندك واحد لا فيزيون، واحد الهدف من داكشي اللي كدير في الكوتيديان ديالك. الا ما كانش عندك واحد لا فيزيون، الا ما كانش عندك واحد الهدف، ما غاديش تكون عندك واحد لا موتيفاسيون باش تحرك لهذيك الحاجه. يعني تقدر تكون كديرها سيمانه جوج سيمانات ثلاث سيمانات، ولكن مع المده تقدر تحبسها. ولكن الا كنتي عارف السبب علاش بالضبط تديرها فهذا كيخليك على انك تستمر، علاش حيت موراها كاين واحد الهدف اللي باغي توصل ليه. ثاني حاجه هي انك تبدا النهار ديالك من الصباح ديالو مزيان، يعني واحد 30 دقيقه الاولى ولا ساعه الاولى ملي كتفيق تكون دوزتيها في الخدمه على واحد من الاهداف اللي باغي توصل ليه. ضروري ما تبدا النهار ديالك مزيان، علاش؟ باش حتى لو في وسط النهار طراو بزاف ديال المشاكل، خرجوا بزاف ديال الطوارئ، جاوك بزاف ديال الخدمات، فواخا هادشي كامل كتكون ديجا انت في الصباح فاليديتي النهار ديالك. وفي الاخر ملي كتبغي تنعس واخا النهار ورا داز ماشي هو داك، ولكن حنت الصباح ديالو استغليتيه ففي الاخر غادي تكون فاليديتي على انك دوزتي واحد النهار مزيان. وديما كيف كنقول راه الا بديتي الصباح ديالك من 30 دقيقه الاولى، من الساعه الاولى ديالو مزيان، راه عندك واحد لي شونس كبار باش انك تسالي النهار ديالك مزيان. والعكس صحيح، الا من الصباح ديالك فقتي خاسر ماشي هو هذاك، فقتي غير زربان باغي غير تبدل، باغي تمشي للمدرسه ولا باغي تمشي للقرايه، فكون متاكد على انه عندك دي شونس كبار على انك في وسط النهار غتبقى غير مستريسي وغتبقى غير كتجري، وفي الاخر ديال النهار ما غاديش تدوزو مزيان. وباش انك تبدا من الصباح ديالك وتدوزو مزيان فهذا ما كيعنيش انك خاصك ضروري تفيق مع 5 ديال الصباح ولا 6 ديال الصباح، تقدر تفيق حتى ل 7، تقدر تفيق حتى ل 8، غير هو ديك 30 دقيقه الاولى ولا ساعه الاولى تكون استغليتيها في شي حاجه اللي غادا مع الاهداف ديالك. ثالث حاجه خاصك تعرف كيفاش توزع الطاقه ديالك في وسط النهار. كاين بزاف ديال الناس اللي عزيز عليهم وكيقدروا على انهم يترينيو في العشيه، ما عزيزش عليهم وما كيقدروش يترينيو مثلا في الصباح. كاين الناس اللي عندهم القدره على انهم يكونوا بروداكتيف ويبريباريو في الليل، يعني ما بين 8 ديال الليل مثلا 9 ديال الليل. كاين الناس اللي ما كيقدروش يبريباريو في الليل، كيقدروا يبريباريو غير في الصباح، يعني مع ديك 6 ديال الصباح ولا 7 ديال الصباح ولا 8 ديال الصباح. فهنا خاصك تيستي باش تعرف الاوقات ديال كل اكتيفيتي. بحال مثلا انا بالنسبه لي فيديو فكنسجلهم في الوقيته ما بين 5 ديال العشيه حتى ل 8 ديال العشيه، هذه الوقيته اللي كنفضل انني نصور فيها الفيديو، كنكون انا مرتاح وانا كنصاوب هذا لي فيديو. بالنسبه مثلا لونطريما ما نقدرش انا نتريني في العشيه، حتى الا ترينيت ما كنكونش في المود مزيان. العكس الا ترينيت مثلا في الصباح، يعني ما بين ديك 7 8 ديال الصباح، كتكون لينيرجي ديالي هي هذه. تيستي، جرب لي زاكتيفيتي في مختلف اوقات في النهار، وديك الساعه غادي تعرف شنو هو الوقت الزوين والمناسب لهذيك لاكتيفيتي
اللي غادي دير. ورابع حاجه وهذه ضروريه هي انه ضروري خص يكون عندك واحد التتبع، وسيرتو في الاول ما تركزش على النتائج. ماشي مثلا انت باغي تنقص الوزن وتقول انا الشهر الاول شحال نقص، لا، الشهر الاول، شهرين الاولى، 3 شهور الاولى، كاع ركز على العادات ديالك. هذيك العاده اللي بغيت انستالي بدا تحسب واش درتها واش ما درتهاش، الا كنت درتها سي اوكي، الا ما درتهاش شنو هو المشكل. نتكونسونطرا بزاف على العاده في الاول، ما نتكونسونطراش على النتيجه حتى توز 3 شهور ونكون انستالي ديك الساعه العاده. عاد باش ديك الساعه ندير التتبع ديال ديك النتيجه ولا دوك النتائج اللي باغي نوصل لها. من في الاول دير التتبع غير العادات ولا هذوك الحوايج اللي عندك في اليوميات ديالك. في الليل ملي بغيت نعس، اوكي اشنو درت اشنو درت اشنو درت في الاخر ديال السيمانه، نهار 2 واش درت العاده ولا ما درتهاش، نهار 3 واش درت العاده ولا ما درتهاش، حتى نهار الحد. هادو كانوا 4 ديال لي تكنيك اللي غادي يعاونوك باش انك دوز واحد النهار بروداكتيف، وملي تبغي تنعس تكون مرتاح وعاجبك الحال وفرحان حيت افونسيتي فيه. اول حاجه خاص تكون عارف ضروري الجهه اللي باغي توصل لها، شنو هي لا فيزيون ديالك من داكشي اللي كدير في اليوميات ديالك. ثاني حاجه ضروري ما خصك تستغل واحد نص ساعه الاولى ولا ساعه في البداية ديال النهار تخدم فيها على واحد الهدف من الاهداف ديالك. ثالث حاجه خصك تعرف كيفاش توزع لي زاكتيفيتي ديالك في النهار على حساب لينيرجي ديالك. ورابع حاجه ضروري ما خاصك مره تبع العادات ديالك سيرتو في 3 شهور الاولى، ومن بعد تبدا تتبع النتائج ديالك. هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم، نتمنى انك تكون استفدتي منها. ترى لي فراسك، نتشافو ان شاء الله فيديو جديد.